أسعد الله أوقاتكم أصدقائي متابعين قناة ذا فيوتشر كوين. فيديو جديد على قناتنا، القناة مهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. في هذا الفيديو أصدقائي راح أتكلم عن ميزة مهمة جدا في منصة بايبيت. قبل ما نبلش الفيديو أصدقائي بتمنى تضغط على زر اللايك وتشترك بالقناة، ولا تنسى تضغط على زر الجرس حتى يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة والمهمة. خليكم معنا أصدقائي لبعد الأنترو. طبعا اصدقائي كثير منا عندهم هواي او عندهم رغبه في تعلم الفيوتشر او التداول في الفيوتشر، لكن مثل ما بنعرف اصدقائي الفيوتشر خطير جدا جدا، ممكن تخسر راس مالك في تداول الفيوتشر. شو هو الحل لهاي المشكله، او شو هو الحل للتغلب على هذا الخوف؟ حتى لو كنت مبتدئ تقدر تتداول فيوتشر وتكسب مرابح عظيمه جدا. طبعا اصدقائي في ميزه بمنصه بايبيت هي من ميزة الكوبي تريدينج أو نسخ الصفقات. طبعا أصدقائي كل المحللين أو أغلب المحللين بيقدروا يعملوا حساب على منصة بايبيت ويتداولوا على منصة بايبيت، وأنت تقدر تعمل متابعة على هذا الشخص وتتداول مع هذا الشخص. خليني أعطيكم مثال. مثلا أنا بدي أدخل صفقة، أو أنا محلل بدي أدخل صفقة بالبيتكوين، تقدر تدخل معي بهاي الصفقة حتى بدون ما انت تراقب قناتي او بدون ما تراقب صفقاتي. مجرد ما انا افتح صفقة على البيتكوين، المنصة تلقائيا تفتح صفقة بحسابك. يعني انت عملت لي متابعة وحطيت بحسابك 100 دولار، نقلتهم على فيوتشر، عملت لي متابعة لقناة ذا فيوتشر كوين على منصة بايبيت، عملت لي متابعة وعملت لي نسخ صفقة. انا مجرد ما افتح صفقة على البيتكوين، مثلا الرافعة المالية 20x، حددت نسبة الدخول وفتحت صفقة لونج أو صفقة شورت، تلقائيا الصفقة بتنفتح عندك بحسابك. حتى أنا لو فتحت صفقات بالفجر، حتى لو فتحت صفقات في المغرب، أنت كنت نايم، كنت مشغول، عم بتقود السيارة، أنا بقدر أفتح صفقات وأتداول، وأنت كمان بتفتح صفقات معي وبتتداول بدون ما تتدخل أبدا. حتى لو كان جهازك ماله أونلاين أو غير متصل بالإنترنت، تقدر تفوت صفقات وتستغل ارتفاع وهبوط السوق بصفقات لونج وصفقات شورت. هاي هي ميزة الكوبي تريدينج. مثلا أنا شخص مبتدئ بدي أعمل متابعة على أحد الخبراء حتى أدخل معه بالصفقات. عندي هذا الشخص اللي بيحمل اسم البرازيل، خلينا ندخل على حسابه. طبعا حسب الإحصائيات المنصة لحساب هذا الشخص أو لهذا المتداول، نسبة الربح آخر 7 أيام هي 100%، يعني عدد صفقات كاملة. ونسبة الربح آخر 3 أسابيع تقريبا 99.5%، آخر 7 أيام وربح آخر 7 أيام هو 100 دولار. طبعا المرابح الأعضاء تقريبا 27,000 دولار، إجمالي الأعضاء أرباحهم 27,000 دولار. عدد الصفقات الناجحة 235 صفقة ناجحة وصفقة واحدة فاشلة. يعني إجمالي عدد الصفقات اللي عملهم الشخص اللي اسمه البرازيل أو بيحمل اسم البرازيل 236 صفقة، وعدد الفولورز 1508. هاي الصفقات اللي فتحها هذا الشخص. طبعا فتح عدد صفقات على الإثريوم بسعر 1715 وسكر على السعر 1725، وهاي نسبة الربح 5% 6%. طبعا وصلت نسبة الربح أقصى حد إلى 34% تقريبا. طبعا برافع مالية 10x. أنا إذا عجبتني النتائج الخاصة بالبرازيل بضغط على كوبي وبعمل نسخ الصفقات. طبعا هذا الشخص عدد المقاعد عنده اكتمل، يعني فول. طبعا ندور على شخص يكون عنده مقاعد فارغة أو بدر انضم لميزة النسخ الخاصة فيه. خلينا نشوف فيكتوريا. فيكتوريا نسبة الخسارة، طبعا ما في عنده ولا صفقة خاسرة، عدد الصفقات الناجحة 270 صفقة ونسبة الربح 100%. لكن أصدقائي نسب ربح الصفقات ضعيف جدا جدا، يعني لا يتجاوز 13% كأقصى صفقة. طيب أنا إذا بدي أشترك مع فيكتوريا بضغط على كلمة كوبي. طبعا هاي العملات اللي بيستخدمها فيكتوريا، هو محدد على كل العملات، يعني هو بيستخدم العملات هدول. طبعا هو بيستخدم تقريبا 18 عملة للتداول. انا مثلا اذا ما بدي ادخل بالبيتكوين بلغي تحديد البيتكوين. هو اذا فتح صفقة على البيتكوين انا ما بتفتح عندي صفقات البيتكوين، لكن يفضل تخلي محدد على كل الصفقات. طبعا نوع الصفقات بيكون استولاتد او معزول. انت بتحدد
أقصى حد للرفع المالي، مثلا أنا بدخل برفع مالي 20x، بيقول لك حدد المبلغ اللي بدك تدخل فيه بالصفقات. مثلا أنا بدي أدخل بكل صفقة ب $100، طبعا بيقول لي حدد التيك بروفيت والستوب لوز. طبعا التيك بروفيت معناها أخذ الأرباح، إذا وصلت نسبة ربحي مع الشخص اللي اسمه فيكتوريا إلى نسبة 100% بيتم إلغاء المتابعة. إذا وصلت خسارتي بنسبة 20% مع فيكتوريا، إذا خسرت 20% من رأس مالي بيتم إلغاء المتابعة طبعا، وبنقل الفلوس من محفظة السبوت إلى محفظة الكوبي تريد، وبعمل نيكست أو بضغط على كلمة نيكست. هيك أصدقائي تلقائيا تابع فيكتوريا، أي صفقة بيفتحها فيكتوريا بدخل بهاي الصفقة تلقائيا. يعني أصدقائي هاي الطريقة الأنسب لحتى تتداول فيوتشر بدون أي خوف أو بدون ما تخسر، ما تحتاج كورسات وما تحتاج تتعلم الفيوتشر. كل عليك تعمل متابعة على أحد الأشخاص المحترفين في التداول على الكوبي تريدينج طبعا، وبتحصد أرباحك يوميا. مثل ما قلنا ما في داعي تكون أونلاين، ما في داعي تتابع الصفقة بنفسك، كل اللي تحتاجه حساب على منصة بايبت، الرابط أسفل الفيديو، تحتاج رأس مال تتداول فيه، بتنقل على محفظة الكوبي تريدينج وبتبدأ متابعة أحد المحللين. طبعا أصدقائي بتريدوا نعمل حساب على منصة كوبي تريدينج على البايبت اكتبوا لنا بالتعليقات. أصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.